نتوجه بطبيعة الحال إلى الجليل الأعلى حيث تدوي صفرات الإنذار هناك. للمزيد معنا مراسلنا أحمد جردة، تفضل أحمد. يعني بالفعل دوت صافرات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق في الجليل الأعلى، من بينها مناطق تقع على مقربة من صفد إلى الشمال من صفد، تحديدا نتحدث عن 4 مناطق، وذلك خشية من إطلاق صواريخ من لبنان. حتى اللحظة هذه أول مرة يتم فيها تفعيل صافرات الإنذار منذ ساعات صباح هذا اليوم بعد الموجات التي نفذها حزب الله. سابقا فعلت في بيت هلل ومناطق أخرى في إصبع الجليل خشية تسلل مسيرة، ولكن تبين بأنها بفعل تشخيص خاطئ ولم يتم رصد أي مسيرة تتجاوز الحدود. وعليه الآن نتحدث عن أول إطلاق للصواريخ على ما يبدو من لبنان نحو 4 مناطق تقع إلى الشمال من صفد، وهي من المناطق التي استهدفت سابقا، بينها منطقة كديتا والتي استهدفت في الأيام الماضية وأصيب منزلا إصابة مباشرة بصاروخ أطلق من لبنان واندلع فيه حريق دون وقوع إصابات. نعم أحمد، يعني بحسب مصدر أمني لصحيفة ديدارت أحرنوت بأن إسرائيل تتوقع توسع الرد من حزب الله ليصل مواقع حساسة لم يصلها سابقا إن كان في تل أبيب، بالإضافة إلى رشقات صاروخية مكثفة على الشمال. كيف يتم التعامل مع هذه الإعلانات من قبل إسرائيل الأمنية والسياسية؟ يعني هناك توقعات في ظل تصعيد إسرائيل ومهاجمتها لمناطق في العمق اللبناني وأيضا لبلدات لبنانية في قلب البلدات ولا نتحدث عن الأطراف، بأن يكون الرد من حزب الله ليس فقط نحو حيفا، أي ربما أن يقصف مناطق تقع إلى الجنوب من حيفا أو مناطق تقع إلى الشمال من تل أبيب. هناك توقعات إسرائيلية بإمكانية إقدام حزب الله على هذه الخطوة، ولكن على الأرض نتحدث حتى اللحظة عن عدم توسيع تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ما يعني أن إسرائيل لا تتوقع في الساعات القريبة قصفا من حزب الله يصل إلى مناطق تقع إلى الجنوب من حيفا. التعليمات هي من حيفا وحتى المناطق الحدودية مع لبنان، وتشمل مناطق واسعة إن كان في الجليل الأدنى والجليل الأعلى والجليل الغربي وإصبع الجليل ومناطق أيضا كل هضبة الجولان السوري المحتل بمساحتها 1150 كيلومتر مربع، أيضا تخضع لهذه التعليمات التي فرضت من الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ولكن على ما يبدو أن إسرائيل كانت في الفترة المقبلة هي تتجه إلى مزيد من الخطوات، مزيد من القصف، مزيد من التصعيد بغض النظر عن رد حزب الله. وربما هذا ما أشار إليه اليوم يوف جالانت عندما تحدث عن أن هذه الهجمات تتطلب يعني الصبر من الإسرائيليين وضرورة تحصين الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ما يعني أن إسرائيل عازمة على التصعيد والتصعيد تلو التصعيد ومزيد من الهجمات في الأيام وفي الساعات وفي الأيام المقبلة بغض النظر عن طبيعة رد حزب الله وضرورة أيضا الصبر من الإسرائيليين في المناطق الحدودية. نتحدث عن رشقة صاروخية هي الأولى منذ بدء هذه الموجة، موجة الهجمات الإسرائيلية على لبنان نحو الجليل الأعلى، ولكن ربما قد نشهد في الأيام أو في الساعات عفوا المقبلة مزيد من إطلاق الرشقات الصاروخية أو المسيرات كما تتوقع إسرائيل وكما تتوقع الجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي تعيد مرة أخرى نشر مزيد من الرسائل والتأكيد على ضرورة التزام الإسرائيليين بهذه التعليمات. نستطيع أن نقول بأن هذه الموجة ربما هي الأعنف التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، بالتزامن نتحدث عن مناطق أيضا قريبة من الحدود. واضح أن هذه الغارات هي عنيفة وتستهدف أيضا قلب البلدات اللبنانية، وهو تصعيد لافت. منذ اليوم الخميس أعلن عن أول موجة من الهجمات الواسعة في لبنان كانت عبارة عن 50 غارة، بعد ذلك بيومين أعلن الموجة واسعة من الغارات كانت بحوالي 140 غارة إسرائيلية وقصف 140 هدفا في لبنان. بالأمس نتحدث عن أكثر من 400 هدف، اليوم في ساعات صباح هذا اليوم أكثر من 150 غارة نفذت على لبنان، ما يعني أن هذه الغارات هي أيضا في منحنى تصاعدي من ناحية طبيعة الأهداف ومن ناحية توسعها ومن ناحية
عددها أيضا هناك. نعم، هي توسعية وأكثر كثافة من السابق، ويبدو بأنها ستزداد كثافة وشراسة نقلا عن المصادر الأمنية بأن سلاح الجو سينفذ غارات شديدة خلال الساعات ظهر اليوم في أنحاء لبنان. هو لم يقل في الجنوب أو في البقاع فقط، إنما قال في أنحاء لبنان. إلى أي درجة يعني يبدو لديك أحمد بأن هناك استعدادات لشن هجمات أكثر شراسة ربما تستهدف مناطق لم تستهدف من قبل في أنحاء لبنان؟ وإلى أي درجة أيضا هناك تخوف من أن يتحول هذا الهجوم الجوي أو يترافق مع هجوم بري؟ يعني إلى الآن لا نشهد بوادر لدى الجيش الإسرائيلي أو التحركات العسكرية الإسرائيلية التي تشي بقرب التحرك البري الإسرائيلي ضد لبنان أو ضد الجنوب اللبناني، مع دعوة عدد من القادة العسكريين وأيضا عدد من الوزراء في الكابينت الإسرائيلي بضرورة إجراء عملية برية حتى وإن اقتصرت فقط على مناطق قريبة من الحدود، وذلك للوصول إلى البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله وتدميرها. وعليه على الأرض لا نشهد هذا التحرك رغم نقل إسرائيل للفرقة رقم 98 من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية، رغم مشاهدة العشرات أو ربما المئات من الدبابات التي نقلت من داخل من الوسط ومن قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان. ولكن هذه التحركات إذا ما أرادت إسرائيل الذهاب إلى موجة أو إلى اجتياح بري حتى وإن كان محدودا للجنوب اللبناني، فهي بحاجة إلى استدعاء الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وهي بحاجة أيضا إلى الدفع بمزيد من الآليات العسكرية إلى هذه المنطقة. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية بالأمس، فإن ربما نتنياهو وجالنت ووزراء آخرين من الوزراء الذي يجري معهم نتنياهو التقييمات الأمنية يعني يوافقون في هذه الفترة على الذهاب إلى التصعيد مع حزب الله، ولكن دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة وحرب شاملة أو حرب على لبنان، ما يعني أنه سيواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هذه الغارات الجوية، وسيعتمد في الفترة الحالية على القصف العنيف إن كان من الجو أو حتى من المدفعية الإسرائيلية دون أي اجتياح بري. للاجتياح البري للبنان هناك مصاعب ربما كبيرة لإسرائيل، من بينها ضرورة الحشد عدد كبير من القوات والجيش الإسرائيلي والاحتياط أنهك في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. أيضا هم بحاجة إلى اجتياح مناطق ومحاولة السيطرة وإنشاء منطقة عازلة في داخل لبنان. قائد المنطقة الشمالية كان يعتقد قبل أسبوع بأن هذه الفرصة مواتية لاجتياح لبنان واجتياح المناطق الجنوبية والقريبة من لبنان، كون أن إسرائيل هاجمتها بشكل كبير منذ الأيام الأولى بالطائرات الحربية، وكون أنه قد تم إخلاء هذه المناطق من قبل اللبنانيين. وعليه هم يتحدثون عن مناطق ربما ستكون سهلة سيكون سهلا القتال فيها أو تجاوز الحدود أو السيطرة عليها، ولكن في عام 2006 واجهت إسرائيل صعوبات مثلا في السيطرة على بلدة بنت جبيل، وهي البلدة التي خطب فيها حسن نصر الله خطاب النصر بعد انسحاب إسرائيل في عام 2000. واجهت صعوبة بالسيطرة على بلدة مارون الراس، واجهت صعوبة بالسيطرة على بلدة عيتا الشعب. وعلي هناك صعوبات وتحديات عملياتية وأيضا ربما تكلفة عالية من الخسائر البشرية التي قد تطاول الجيش الإسرائيلي إذا ما ذهب إلى المواجهة أو الاجتياح البري. والأهم ربما هو أن الاجتياح البري قد يعجل من الحرب الشاملة، والولايات المتحدة تضغط على إسرائيل كي لا تقدم على مثل هذه الخطوة، كي لا تدخل إيران في هذه المواجهة، وكي لا تتحول هذه الحرب إلى حرب شاملة. شكرا لك أحمد جرادات من الجليل الأعلى. حتى الآن ابقى معنا، سنعود مجددا إلى إرميش.